اسجل لكم الحصص. اوكي عايزين انا حصة جميلة. في البداية بشكركم على الواجبات الجميلة، أحمد مصطفى، أحمد طنطاوي، شكرا جميل. شكرا يا أما مستر. يكملوا باقي الزملاء نسألهم. يلا، بس كان واجب جميل قوي يا مستر، شكرا، حلو تسلم الاختبار ايديك. المجمع يا أحمد، ما شاء الله، عشان شامل الترمين. ايوه يا مستر، وبعض الخطوات بس كانت محتاجة شوية بس. النهارده ان شاء الله هناخد ايه، مراجعه برضو على الترمين باسئله جميله جدا يا احمد. طيب مراجعه على طيب الترمين معا، نرجع الترميم معاه، مع شكله هيكون مراجعه حلو على الدرس، حلقة قوي. ان شاء الله تبقى جميله باذن الله. كله جاهز يا جماعه؟ ايه كده لو انا قلت لك جمله من امثله التحويلات السلام الهندسيه؟ عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته حمادة. لو أنا قلت لك سؤال أكمل بيه في الامتحان من أمثلة التحويلات الهندسية، وعايز 3 حاجات، تعرف تقولهم يا ماجد يا عبد الله؟ ها، نقط ونقط ونقط. طب أحمد مصطفى، إيه هما الـ3 حاجات يا أحمد؟ انعكاس انتقال الدوران. السلام الله عليكم. عليك يا دخلي. السلام ورحمة الله وبركاته، دي مهمة جدا يا جماعة. أحمد ماجد، من أمثلة التحويلات الهندسية ايوه يا الأرض مستر، الانعكاس الدوران انعكاس والانتقال انتقال والدوران. سؤال مهم أوي بيجي أكمل، والانعكاس. قولهم تاني يا ماجد. ايوه ها، الانتقال والدوران والانعكاس. شكرا يا ماجد. أحمد طنطاوي، أخدت حاجة قبل ما أدخل؟ لا لا لسه يا بادئ مستر. اهو. اصغر عدد طبيعي يا احمد. أصغر عدد طبيعي الصفر. جنى، يا جنى يا جنى، نعم يا مستر. اصغر عدد في اعداد العد. يا جنى. طب احمد مصطفى، موجود يا مستر، حضرتك مستر. عملنا فيديو يا مستر. يا حبيبي، أصغر عدد في أعداد العد. أصغر عدد في أعداد العد الواحد. الواحد. أحمد، ماجد، أصغر عدد أولي. أصغر عدد أولي. ها، اثنين. الاثنين، جدع، برافو عليك. أحمد طنطاوي، محيط مثلث ضلعه لام. محيط مثلث ضلعه لام. أول حاجة يا مستر، كونين محيط المثلث، محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال أضلاعه، يبقى لموي لموي لام، يبقى تلاتة لام. ما شاء الله، لام ولام ولام، يبقى 3 لام. اسمه حل بإيه حمادة؟ مستر ينفع بالرموز. سؤال؟ اسمه حل ايوه بالرموز. مستر. مستر احمد واحنا نقدر مصطفى، نقول مثلا لام زي ثلاثة. نعم. لا غلط غلط، لام زي الثلاثة غلط، لام لام زي ولام ثلاثة زي ولام. لام ثلاثة لام. تكرار اللام 3 مرات، انما لام زي الثلاثة، عارف معناها ايه يا احمد؟ معناها ايه؟ ضلع، بس انت بتجمع عليه 3، غلط. ها، احمد مصطفى، محيط معين ضلعه ميم. محيط معين. ميم 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 ميم، يبقى 4 ميم. ما شاء الله، جميل. عايز جنى، محيط مربع ضلعه سين. يا جنى، مش عارف جنى عندها مشكلة. مستر ينفع اجاوب يا مستر؟ جاوبي. انا جاوبي حبيبي. سين وسين وسين وسين، يبقى 4 سين. الله يفتح عليك يا ابني، قدامكم 2 دقيقة في الشريحة دي، ابدأ الحل. يلا شطار، وهرجع احلهم معاكم تحريري. هذا بس لاحظ، بس اجيب يا مستر الكراسة، لان كنت بصلي وجيت على طول. ماشي يا حماده. مستر انا عندي سؤال. اتفضل يا حماده. لو جالي سؤال كده يا مستر، بيقول لي اصغر عدد اولي ويتقاطع مع الاعداد الزوجيه. ده انا مستر سؤال من درسين. عارف عارف معناه ايه يا احمد؟ كأنه بيقول لك مين ايوه العدد الزوجي وكمان أولي. أحمد مصطفى هيقول لك،
مين العدد الزوجي وكمان أولي؟ شكرا يا أحمد، إجابة صحيحة الاتنين. يبقى زين تقاطع ألف يساوي المجموعة اتنين. يلا نبدأ الحل، عايز إجابات سريعة. يلا اللي أقول اسمه. جانا أسامة، أصغر عدد طبيعي. يا جانا، مش ممكن أقوله. طب ريناد، يا ريناد، أصغر عدد طبيعي صفر. الصفر، جميل. محمد عبد الله، أصغر عدد في أعداد العد. يا عبد الله، محمد عبد الله ما بيردش ليه يا جماعة؟ طب عبد الرحمن، الواحد يا مستر، الواحد. صحيح، لما باجي أعد حاجة ببدأ بالواحد. أحمد طنطاوي، أصغر عدد أولي. أصغر عدد أول الاثنين. الاثنين. مصطفى، محيط مثلث ضلع لام. لم ولم ولام، يبقى ثلاثة لام. ماجد، محيط معين ضلعه ميم. يا ماجد يا حبيبي، ميم وميم وميم، يبقى ثلاثة ميم. ده معين يا حبيب قلبي، الميم أربع مرات معين؟ يبقى أربعة ميم. آه اه اه معلش. ماشي. ايوه جانا أسامة، النت عندها مشكلة. أحمد طنطاوي، يا أحمد يا طنطاوي المايك. نعم يا مستر. محيط مربع ضلعه سين. سين وسين وسين وسين، يبقى أربعة سين. كلام جميل، هنصورها. ومن أمثلة التحويلات الهندسية ثلاث حاجات يا أولاد: الانعكاس، الانتقال، الدوران. طب عايز باسل موجود؟ يا باسل، مش موجود يا أستاذ. طيب أسأل ماجد. يا ماجد، يا ماجد. أيوة يا مستر. صورتك في المراية، صورتك في المراية تمثل انعكاس ولا ايوه انتقال ولا دوران؟ انعكاس جدع يا يا مستر، ولد، انعكاس جدع، انعكاس بكل انعكاس، وضوح. جدع والله، شاطر. أحمد طنطاوي، 4 في 17 بتساوي 17 في سين. حذر فذر، يبقى السين بكام؟ خدنا معلش يا مستر، خدنا ال 17 مع ال 17 ناقصنا الأربعة، بيقول لي السين بكام؟ يبقى الأربعة هي السين، لأن ناقصنا رقم بدل صح، السين اللي هو الأربعة. ماشي. أحمد مصطفى، 6 ناقص 9 إيه علاقتها بطه؟ مستر حضرتك ناديتني؟ آه، آسف يا مستر. 6 ناقص 9 إيه علاقتها بطه؟ لا تنتمي، لأن الصغير ناقص الكبير، ولو أنت شاطر تكتب مينفعش، فوقيها إيه؟ غير ممكن فوقها. غير ممكنة فوقها. طيب ريناد، يا ريناد، نفسي انده لريناد وترد عليا. يا ريناد، أعمل يا ريناد، حرام عليك والله اللي بتعمليه، حرام عليك والله يا ريناد. نص ساعة عشان ترد يا ريناد؟ 4 و7 حبيبتي. الإحداث السيني كام والإحداث الصادي كام؟ يعني إيه أحداث السنة؟ الإحداث السيني يا ريناد يعني الأولاني، والإحداث الصادي يا الأحداث ريناد يعني التاني. شفت التفاهة؟ يبقى السيني كام؟ أربعة والصادي كام؟ سبعة. طب لو عكست الجملة يا أحمد يا طنطاوي، بص لي كده بابا، السيني 5 والصادي 6،
تكتب ازاي؟ انا مستر قول بابا. اه ايه طبق. اه طبق يا مستر. طبق خمسة أربعة خمسة ستة. خمسة والتاني ستة. فهمت يا نيناد الكلمة وعكسها. طيب عايز أحمد مصطفى. نعم يا مستر موجود. سين عددا فرديا. طب لو خدت السين وزودت اتنين يبقى عددا ايه؟ انت علمتها لنا يا مستر. اه يبقى عدد زوجي. انا علمتها لك كده ولا علمتها لك ازاي؟ لا علمتها. لا يا مستر علمتها لي ازاي؟ اه يا مستر هو في حلين. الحل الاول سين عدد فرد، يعني مثلا اي رقم فردي باتنين. اختار رقم واحد باتنين. واحد واحد باتنين باتنين. لا يا مش في دي زائد يا حمار عشان كده غلطت. اه سين عدد فرد انا اخترت فردية. الواحد. طب واحد زود اتنين تلاتة، والتلاتة عددا ايه؟ فرديا. يلا ابتدي حل. يلا ولاد حل وابعت. يا مستر ينفع تعيد شرح يا مستر التالتة؟ أربعة وسبعة مين الإحداث السيني اللي إجا في الأول؟ ربع. السيني خمسة والصاد ستة يكتبوا في طبق، السيني يجي في الأول والصاد يجي في الثاني. أنا خلصت المستر وقت الحظوظ. كويس يا ريناد. يلا نبدأ الحل يا أولاد. زي ما أحمد طنطاوي قال في السؤال الأول يا جماعة، أحمد ماجد بيقول إيه؟ ده شبه ده، اشطبهم. يبقى السين بكام؟ بأربعة. ستة ناقص تسعة الصغير ناقص الكبير، يبقى نقول غير إيه يا جماعة؟ غير ممكنة. بدام غير ممكنة يبقى لا تنتمي يا ماجد. أربعة وسبعة فين السيني الأولاني؟ فين الصادي التاني؟ طب يا مجودة لو عكس الجملة، السيني خمسة والصادي ستة يكتبوا إزاي؟ هنا خمسة وهنا ستة. سين عدد فرد أنا اخترت الواحد. صح. طب سين زائد اتنين، واحد زائد اتنين كام؟ تلاتة. شفت التلاتة حكم عليها تطلع عددا فرديا. تطلع عددا ايه أحمد؟ عرفت الغلطة؟ فرديا. فرديا جدعان يا أولاد كله جاهز؟ جاهز للتدريب الجاي؟ ايوه يا مستر. يا جماعه ردوا عليا اما اسالكم اولاد بسرعه. تدريب هام ابدا الحل. الموبايل كان معاني يا مستر مش راضي يصور. طب يلا حبيبي، مثلث طول قاعدته 10 سنتي فاصله ارتفاعه 8 سنتي هيقول فما مساحته؟ سطر للقانون وسطر نحل فيه. اللي بعدها متوازي أضلاع يا ماجد، وهيدينا طول قاعدته وارتفاعه يا حبيبي. طول قاعدته يا عبد الرحمن 7 سنتي وارتفاعه 5 سنتي فما مساحته؟ يلا قدامكم 3 دقايق وارجع حل. ابدأ الحل يا ولاد. بعد الحضور كيف؟ أحمد طنطاوي أول واحد أهو. أبص على الإجابات يا حمادة، ما شاء الله الاتنين صح بالعناوين بالقوانين زي الفل يا حمادة. شكرا. بارك الله فيك يا حبيبي والله. ها يلا حماده، ريناد بعتت. ممتازه يا ريناد الاثنين والله. يلا يا جانا مالك النهارده النت ماله؟ فين عبد الله وماجد وعبد الرحمن؟
هنبدأ الحل. يلا، عايز أحمد مصطفى في الأولانية. يا أحمد يا مصطفى، يلا حبيبي، عندك القاعدة وعندك الارتفاع في المثلث، وعمو عايز مساحة المثلث، نشطب كلمة مين؟ نشطب كلمة فما، ونكتب بالعنوان مساحة المثلث نصف طول القاعدة في الارتفاع، نصف الثمانية نص في طول القاعدة في الارتفاع. عوض بقى حمادة. نص العشرة مثلا. لا لسه خمسة. لسه ما كتبناش. تقول لي نص في كام الأول؟ نص في عشرة في الثمانية. طب عايز أجيبها عقليا، نص العشرة خمسة، خمسة في ثمانية بأربعين سنتيمتر مربع. ليه سنتي مربع؟ لأن إحنا بنتعامل مع المساحة. الله يفتح عليك يا ابني عبد الرحمن. يرد عليا ممكن؟ معاك يا مستر. هنا القاعدة موجودة والارتفاع موجودة عند متوازي الأضلاع، هنشطب كلمة فما، والعنوان يبقى اسمه إيه يا حبيبي؟ العنوان هيبقى اسمه العنوان طول الضلع. لا ده القانون، العنوان يا حبيبي ده مساحة متوازي الأضلاع، إنما اللي أنت قلته ده القانون. طول القاعدة في مين؟ في الارتفاع. في الارتفاع يبقى كم في كم يا حبيبي؟ خمسة في سبعة ده 35. بس امشي بالترتيب، سبعة ودي خمسة. 35 ايه بابا؟ 35 سنتيمتر مربع. علشان بنجيب مين؟ المساحة. جدع يا جدع يا عبد الرحمن والله. يلا صور لكم الحاجة. جاهزين للسؤال اللي بعده يا ولاد؟ جاهزين بلا شك. يلا بسم الله. يلا ماجد، تدريب احتمال، تدريب على الاحتمال. مسألة الكرات يا جماعة اللي انتوا عارفينها. صندوق يا مستر. ايوه حبيبي. ايوه بابا. اربع كرات خضراء وخمس كرات حمراء وثلاث كرات زرقاء. أول حاجة نجيبها أنتوا عارفينها، لازم أجيبها الأول المجموع. طب بعد ما أجيب المجموع عمو عايز كذا سؤال. احتمال إنها تكون خضراء، نجيبها إزاي؟ احتمال إنها تكون خضراء أو حمراء، نعملها إزاي؟ احتمال انها تكون ليست حمراء. قدامكم 3 دقايق ونرجع نحل سوا. جميل يا احمد، بس في اللي هي 9 على 12 على 3 في 3 على 3 في 4 تحت. اصحك يا مستر الاختصار، بص كده معايا. يلا قول لي يا احمد اول خطوه يا طنطاوي. المجموع، هنجيب مجموع الكرات اللي هو 4 زائد 5 زائد 3 يساوي 12 كره. اول خطوه نجيب المجموع يا جماعه، نجمع الثلاث الوان يا حبايبي، اخضر واحمر وازرق. 4 زائد كام يا جماعه؟ زائد 5. 4 زائد 5 زائد 3 تطلع الاجابه 12 كره. طب بعد ما جبناها نجيب بقى الحل. احتمال خضراء يا ماجد، نشوف الأخضر كام يا حبيبي؟ 4. الأخضر 4. 4 تحت كام؟ 12. ونختصر على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها التلاتة. اللي بعدها خضراء أو حمراء، نجمع اللونين الأخضر 4 والأحمر 5 يبقى كام؟ 9 على 12. تسعة على 12 صح. نختصر ازاي يا جماعة؟ على التلاتة، على التلاتة فيها التلاتة، على التلاتة فيها الأربعة. فهمت الحاجة يا طنطوي؟ عبد الرحمن، ليست حمراء يا عبده، يعني نخبي الأحمر ونجمع إخواته. أربعة وثلاثة سبعة علت
طب ليه خلصت؟ لأن السبعة وال ألف 12 ناقص مفيش ستة اختصار. سبعة وال اختصار 12 مفيش اختصار. استعدوا للي بعدها يلا. كله جاهز؟ أيوة يا مستر. يلا شباب. العدد ده عايز أضربه في 100. بنية العدد ده عايز أقسمه على 10. ودي عايز اختصرها، ودي عايز اقسمها، ودي عايز اضربها. يلا شطار، تدريب على العمليات 3 دقايق. كله جاهز؟ ابدأ الحل. ايوه يا مستر. يلا حبايبي. يلا حبايبي هنبدأ الحل. أحمد طنطاوي حل الأولى. حاضر يا مستر. يلا حمادة، هنا بتعتمد على حركة العلامة العشرية. نعمل إيه الأول؟ 622 4 726. أنا ما يهمنيش، ما يهمنيش قراية العدد قد ما تقول لي الطريقة. تقول لي إيه نعمل إيه الأول؟ هنحرك العلامة يا مستر حركتين لليمين. ننزل العدد الأول سادة وننط نطتين يمين، 1 2 بين الستة والاتنين. أحمد مصطفى الثانية. يلا يا أحمد. يا أحمد مصطفى عبد الرحمن. طيب ممكن أقول يا عبد الرحمن يا مستر اقول الثانية ولا الثالثة؟ الثانية يا حبيبي. ماشي، احنا هو دي هنحط العلامة ناحية اليمين خطوة، هتبقى خمسة، هتبقى ناحية خمسة الشمال في القسمة. ناحية الشمال تبقى بين مين ومين يا حبيبي؟ هيبقى مين؟ بين 545 وال 92، يعني بين الاثنين والخمسة، صح يا بابا؟ طيب جنى أسامة. يا جنى أول حاجة في أول حاجة هنحط العددين والتلاتة والخمسة هنخليها زي ما هي، والضرب هيكون زي ما هو، والعشرة على الستة هنخليها ستة على العشرة. لا ده مش على. يا جنى يا جنى، ده ضرب مش على، ده ضرب. نشوف الستة تقبل مع التلاتة ولا ما تقبلش. جنى النت وحش عندي. لا مش هتقبل يا جنى. يا جنى مش هتقبل يا جنى حبيبة قلبي. مش هتقبل يا جنى يا حبيبة قلبي، الستة ما بتقبلش على التلاتة. مستر مستر لا هتقبل، هتكون طيب على التلاتة هنكتب فيها فوق التلاتة الواحد، واحد على التلاتة وستة فيها هتكون الاتنين. طب العشرة تقبل على وعلى الخمسة؟ ستة فيها الاثنين. خلاص خلصنا. العشرة تقبل على الخمسة؟ تقبل على الخمسة. يا جنى النت وحش عندي خمسة قوي يا واحد. جنى. عشرة هتقبل على فيها الخمسة، الاتنين. هتكون على الخمسة فيها الواحد وعلى العشرة فيها الاثنين. 1 في 2 ب2، 1 في 2 ب2، عدد على نفسه تبقى الإجابة كام؟ واحد. واحد عايز مستر. محمد، محمد عبد الله هيرد. افتح يا ابني المايك ورد عليا يا بابا. يلا محمد حبيبي عبد قول هنعمل ايه. تعرف قفل الكاميرا والمايك يا عبد الله حبيبي، رد عليا. يا محمد. طب ريناد. محمد مايك. ريناد. 2 2 على 3 على 6. هنخلي القسمة ضرب، ايوه وهنعكسها تبقى 3 على 1. دي شبه أيوة. دي اشطب واحد، اشطب واحد. واحد الواحد ما يقلش اكتر من كده، تمام. فهي 2 في 1 ضرب ب2،
واحد في واحد واحد بواحد، واحد واحد وأي حاجة على الواحد بنفس الحاجة. جدع يا جنى، أو يا رناد، برافو يا رناد. ماجد أو عبد الرحمن يقولوا نعمل إيه في دي؟ معاك يا مستر. إحنا اللي هننظف الأولى ونخليها كام؟ أول حاجة إحنا نشوف كل العلامات ونحط 41 وننظف الثانية 22 ونضرب في المسودة. يلا ناخد الاثنين، 2 في 1 2، 2 في 1 ب 2، 2 في 4 ب 8. لما نيجي لدي يا ماجد لازم احط ايه بابا؟ على صفر لانها في العشرات، صفر وزائد 2 في 1 ب 2 و 2 في 4 ب 8 ونجمع 2 و 0 2 8 و 2 10 0 ونطلع بالواحد. احط هنا 902. خلصت ولا لسه؟ خلصت يا لا لسه. العلامة بعد رقم وبعد رقم يبقى بعد رقمين، واحد اتنين حط العلامة. يبقى هنا لاحظنا جمع العلامات مين؟ جمع العلامات ايه يا جماعة؟ مرتين العشرية. مرتين جمع العلامات العشرية. صعبة ولا سهلة؟ لا مستر، ممكن حضرتك مستر تعمل لنا مستر في الواجب اسم مطولة؟ والله في، من غير ما تقول الله حبيبي يا حمادة في، والسؤال الخامس رقم دال عشان الدليل على كلامي يعني. خلاص يلا راجعوا كده، ديا راجعوا كده في الفضل كم دقيقة حد ما بعت لكم الشرايح بتاعتي النهاردة. هي مستر رجعوا اللي على الشاشة، رجعوا اللي على الشاشة. أنا عامل صح كله، استنى عليك يا حضرتك من ساعتها. راجع محلك. حاضر. راجع مع الحل اللي أنت حليته.